الاخر اللي طلبته الحليب خد. خلينا نفوت شوية عندك. لا لا مش عندك حاجة، جوزي نايم جوا. خلص روح بعدين. بس شوي بس شوي جوزي يقولك خلص روح بعدين. خلاص فينا دولة دولة ناقصين 400 دولار. ولك لين؟ تعال عندي لهون لين. ليش عم عيط؟ المصاري هدول ناقصين 400 دولار، مين اللي اخذ منهم؟ مين؟ عمي والله انا ما قربت عليهم، ما بعرف وينهم، ما اخذت شيء. لكن مين عم يسرقوا مين؟ الشيطان ولا الجني؟ عم يطيروا ليكون؟ لك انا كل يوم بجي بعد مصرياتي بيكون ناقص منه يا 200 يا 300 400 دولار، اذا اجمعوا كلهم بيطلعوا شهر 5000 دولار، وين عم يروحوا؟ مين عم ياخذهم؟ لك صدقني يا ابن عمي ما اخذت شيء. اه صحيح تذكرت، امبارح انا شفت اختك كانت اجت لهون، ما بعرف شو عم تعمل، بجوز هي اختي؟ ايه اختك كانت هون. ايه انا شفتها. هي نايمة هلا؟ ايه نايمة، خلينا نشوفها. أمي لسه مدفوسة؟ وين المصاري؟ وينهم؟ المصاري؟ تبعاتي هدول كانوا هون ناقصين، وينهم؟ ابن عمي ليكم شوفهم، شفتهم؟ أنا قلت لها لأنه أنا كم مرة قلت لك قلها من عنا؟ قلت لك حرامية عم تسرق، فمحاولينك عنا عم تسرقي مصاري؟ عم تسرقيني يا أختي؟ عم تسرقيني فما أنا عايفك عندي كل هالوقت؟ حاطينك اخر بيت وعم تسرقيها جوزك، شو مقصر معك؟ اه اسمع انا ما بنزلني حراميه بالبيت. اخي شو؟ عم شو؟ قال لي شو بس تحكوا؟ لكن المصاري كانت تحت راسك، اجي لحالهم. يلا لبرا، يلا نقلع برا دبري حالك ليه ما بدك. انا ما ناقصني حراميه بالبيت، شيء قدامي لشوف. يلا امشي يلا. والله حرام عليك يا اخي، عم تظلمني معك وانا مو مسويه شيء. لا ما عم بظلمك، انا شفت المصاري بعيني تحت راسك، اكذب عيني؟ احترميني برا يا اخي وانا مالي غيرك. اليك الله، حركي يلا يلا روحي، حرمي من هون. طلعي يلا روحي. ما قصدي انا. خلاص. مين هذا ولد؟ مين هذا يا فاجر يا خاينة؟ مين هذا؟ طول بالك طول بالك، والله رح احكي لك. لك شو هطول بالي؟ امشي معي لشوف، تعي هون، والله لاشخطك على البلوعة، امشي قدامي لشوف يا فاجرة. في عليك يا فاجرة يا حقيرة، لك خليتيني كل وقتي كرمالك يا وسخة، طلعتي انت الحرامية. سامحني يا ابني، والله ما كان قصدي. سامحك؟ شو سامحك؟ أخيانتك ولا حسرقتك؟ انت ما بتصير مرة بحياتك. ومن العيلة برا عن أهلي، يلا يا وليد. سامحني يا مالي يا ابن عمي. طالق طالق طالق، نلعي يلا، غراضك وصاروكي بعدين، مهم على وشك ما حشوفه.